ولقاءنا اليوم مع مدرب لعبة الجيت كوندو كابتن وليد عرفات. مساء الخير يا كابتن. سنور. في البداية كنا عايزين نتعرف على اللعبة، بدأت امتى وتاريخها كان عامل ازاي؟ طيب، هي الجيت كوندو هي اللعبة اللي عملها بروس لي في القتال، اللي اخترعها يعني. اللعبة دي بدأت تقريبا سنة 1965 او 64 تقريبا، ما بين السنتين دول. بروسلي وضع فن قتالي هو بيمتاز بان هو بالضرب المباشر للاهداف والبساطه، وهو للمواقف دايما للشارع، مش للكومبيتيشن او مش للرياضات اللي هي فيها بطولات وكده، هي للدفاع عن النفس في الشارع. بتمتاز ان هي اولا بالبساطه، تختار ابسط ضربات تقدر تلعب بيها، والضرب المباشر للاهداف. يبقى دايما زي ما بتنقل من A ل B، بتنقل دايما عن طريق ستريت لاين او خط مستقيم، هو ابسط حاجه اقدر اوصل بيها للهدف. وهي دي اللي كانت بتمتاز بيها، ان هي سهله جدا وتعتبر زي السهل الممتنع بالظبط في رياضات الدفاع عن النفس. اهم الضربات اللي بتتميز بيها الجيت كوندو، يعني كل لعبه بيكون ليها التكنيكات الخاصه بيها. بعض الالعاب بيبقى ليها البوكسنج او الضربات او ضربات الايدين او الرجلين، وبعضها بيكون الجابلينج. معظم لعبه الجيت كوندو بتتكون من ايه؟ لعبة جي كندو، هي كلمة جي كندو أولا هي يعني أسلوب الانترسبشن، أو أسلوب أنك إزاي توقف اللي قدامك قبل ما يوصلك. بتبقى الضربات طبعا في أماكن بتبقى محددة بحيث أنها توقف اللي قدامك أو تشيله تماما، زي ممكن ضربات في المفاصل أو في أماكن زي أسفل الحزام، أو مثلا في العينين أو في الرقبة. كل الأماكن اللي تقدر من خلالها أنك توقف أي بني آدم مهما كان حجمه ومهما كان الوزن بتاعه، او اذا كان طويل او قصير او اي حجم. اللاعب المبتدئ يحتاج فتره قد ايه عشان يكون مميز جيد، او يقدر عليه ان هو يقدر فعلا يدافع عن نفسه في الجيت كوندو؟ بص، هو الجيت كوندو عامه مفيش ليه وقت معين او سن معين انك تقدر انك تبتدي فيه. اولا تبدا في اي وقت، وهي بتختلف من واحد للتاني. في واحد ممكن تلاقيه الدرجه الساعه بتاعته بتبقى اسرع من حد تاني، هي مش مترتبط قوي بالقوه العضليه، اكتر ما هي مترتبط ان مخك يقدر يستعيد الحركات بسهوله ويقدر ينفذها بعد كده. يعني طبعا هي ما بتعتمدش على حفظ حاجه معينه، انت بتحفظش حاجه، ده بيبقى انت من كتر ما بتلعب، من كتر ما تضرب الضربه نفسها، خلاص بتبقى بتطلع منك تلقائي. التكنيكات اللي شفناها النهارده، لان كان في بانشز، كان في ضربات لكمات، وكان في ضربات رجلين، وكان في ايه الفرق بينهم ما بين البوكسنج، كيك بوكسنج، الالعاب المشابهه للساندا، كونغ فو، الالعاب المشابهه؟ تمام. الفكره كلها ان الالعاب دي كلها بنسميها حاجه اسمها باوند تو باوند. يعني بلعب مثلا واحد 60 كيلو بيلعب ضد واحد 60 كيلو، واحد 40 كيلو، هنا بيختلف الوضع. ممكن واحد 50 كيلو يلعب ضد واحد 100 كيلو، تمام، او بنت تلعب قدام ولد، مش شرط تكون بنت قدام بنت، او لان ده بيحصل في الشارع، المواقف ما بتبقاش حاجه، اي حاجه ممكن تحصل اي حد من اي حجم او من اي بني ادم كان يعني. فالفكره كلها ان هي مفيش حاجه معينه بتقدر، يعني مفيش زي حاجه ما بتثبتها بتحددك في حاجه زي كده. لعبه كونغ فو والالعاب الثانيه ليها قوانين وليها ريجوليشنز، ليها حاجات تقدر انت لازم تلعب بيها. لو خرجت عنها تاخد انذار. هنا لان في الشارع مفيش حاجه اسمها انذار، ومفيش حاجه اسمها اي حاجه متاح، ممكن اي حد في الشارع ممكن يمسك اي حاجه مثلا يضربك بيها في عينك، الكلام ده كله. فانت تبقى مستعد انك ممكن ازاي تدافع عن نفسك حاجه زي كده يعني. بالنسبه للعبه في مصر، يعني هل ايه وضعها دلوقتي؟ هل هي لعبه منتشره بشكل كافي؟ بدات من كام سنه؟ بص، احنا بدانا انا بدأ اضرب اصلا من سنه 98 لغايه دلوقتي، بس بدات رسمي مع المدرب بتاعي، هو مدرب اسمه تومي كراذرز، تقريبا من سنه 2010 لغايه دلوقتي. وده الحمد لله احنا عملنا زي اتحاد لينا، جروب لينا لتومي كراذرز في مصر هنا، هون الحمد لله احنا اللي ماسكينه هنا، وهو بيجي كل سنه بيشرف علينا ويشوف اللي بيعمل سيمينارات وورك شوب كبير بنعمله، بنجمع فيه اكتر ناس بتلعب اللعبه دي، وبتلاقي الموضوع فيه ناس كميات عماله تزيد اكتر، والحمد لله يعني ناس عشان بس تعرف الفرق بينها وبين اي لعبه تانية مختلفه بره يعني. نقدر نقول ان في منافسات او بطولات ممكن اللاعب الجيت كوندو سواء في مصر او في العالم بيخش فيها؟ مفيش. يعني زي ما فهمتك، الجي كوندو معتمد على الدفاع عن النفس في الشارع، فمينفعش مثلا انا في منافسه ان انا اضرب واحد مثلا في عينه، واضرب واحد مثلا في تحت الحزام او في الركبه، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي لاصابات عاليه، ما ينفعش ان انا اعمل فيها مسابقه او كده. ودلوقتي هديني نتعرف على اهم التكنيكات واساسيات لعبه الجيت كوندو. اول حاجه ان انا بهتم بيها ان انا يكون عندي مسافه تسمح ان انا اتحرك، يكون مسافه عندي فيها امان. المسافه اللي فيها امان هي زي ما بنسميها حاجه اسمها زيرو رينج او اوت اوف رينج. زيرو رينج لما انا بقى هو لا هي كيكنج رينج ولا بانكينج رينج، بعيد كده في السيفتي ديستنس، وانت رفعت رجلك برضه شادي بقى لازم
اللي برضه نفس السيستم بعيد عنك. هنا انت في سيفتي ديستنس. لما اجي اقرب لو انا قلت هنا في بوينت A وانا بوينت B وفي بوينت C لازم تفضل في النص. بوينت C لازم تحافظ عليها. يعني بوينت C مجرد دخلت عليها بقت هنا في الان رينج جوه رينج، فانا كده هبقى يعني في خطر ان انا لازم ادافع عن نفسي. الفكره كلها انا بستخدم الان رينج دي ان انا في الاتاك بتاعتك لما تيجي بقى تهاجم عليا انا بكتري ان انترسبت واخش اشتغل. تمام؟ يا اما ببعد خلاص يا اما ببعد بفضل محافظ على مسافه ويخش تاني وابتدي ان انا اشتغل على مسافه وابتدي اشتغل كده. دي نمره واحد. فاول حاجه بعملها بعد ما بنزل حاجه اسمها ستانس. ستانس بوزيشن بتاعي عشان احمي نفسي. تمام؟ فالستانس بتاعي اولا تاني خدت خطوه ستاب عليا. رجلي لورا تكون مفتوحه سنة ولا هي تحت ولا هي فوق على اخر سنة صغيرة عشان اقدر اتفرج بعد كده بيها بسهولة. مرفوعة حاجة بسيطة. ايدي اليمين فاهم؟ بجيب اشاور كده هون وانا واقف كده هون بشاور على دان اللي قدام ده انا بحس انت بتطلع اول ساكن تمام؟ برايمري فرق. الكيك برضه لو طلعت كيك يعني ايه؟ تطلع هنا تطلع هنا تمام؟ ممكن كده ده بستخدمها زي بالظبط السيف. سور دي بستخدمها زي حاجه اسمها الشيلد او الدرع بتاعك هنا. هنا هنا ده السنتر عشان اضربك انا مثلا لو وصل لك هنا مش هضربك هنا مش هضربك هنا هضربك هنا. فعشان كده ده هو الشيلد ده بيدافع عن الدرع. واقف هنا واقف هنا بس ده يبقى قريب مني كده بالظبط كده. فانا بكده جاي داخل هنا داخل هنا بحيث اعرف بعد كده اشتغل بسهوله. اقدر اشتغل بسهوله. انت لازم تيجي هنا اقدر اشتغل بسهوله واقدر ادافع بايدي. دايما احنا عندنا اي بانشنج في البوكسر او اي ضرب في المارشال عامه بتضرب كده البانش بتضرب كده البانش ده بيبقى كيرفت او في سن التقوس مش اللي هو ايد لازم بتلف بتلف عشان توصل اعصاب ايدك كلها تلف معاك مع بعض. فانت لو عملت كده انت واصل هنا يا دوبك الهدف. اوكي تمام. انما لو ضربت البانش ستريت انت وصلت لهدف بسهوله. وكمان اداك باور اكتر بيبقى هنا ستريتشنج في العضلات كلها وبيديك هنا باور اكتر تمام. بحيث ان انت مثلا لو انا ما وصلتش البونش بتاعي هنا وصلت هنا مثلا بس لا ده ممكن اوصل بيه كده واعدي كده تمام. البونش دايما بيبقى ليد ستريت كده بيصير كده. ليد ستريت ما ينفعش يجي من هنا بس لا بيجي من ورا. يعني انا واقف كده بضرب كده تحس انا باك اب المصل اصلا ظاهر. بوش 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 بوش